عقب زيارته إلى الهند، الرئيس السيسي يتوجه إلى الصين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين اليوم. وزارة الصحة تصدر بياناً تفصيلياً يتضمن منافذ توزيع الألبان الصناعية المدعمة للأطفال على مستوى محافظات الجمهورية. المعارضة السورية تقصف مواقع للجيش السوري والميليشيات الداعمة بطائرات بدون طيار في ريف حماة الشمالي. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة تأتيكم عبر شاشة النيل. نبدأ تفاصيل النشرة لكن بعد فاصل قصير. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى الصين لحضور قمة مجموعة العشرين التي تنطلق غدا في مدينة هانجتشو الصينية، والتي تشارك فيها مصر للمرة الأولى كضيف شرف بناء على دعوة رئيس المجموعة للعام الحالي الرئيس الصيني شي جون بينغ. وتتناول القمة التي تأتي تحت عنوان نحو بناء اقتصادي عالمي إبداعي ونشط ومترابط وشامل، رسم مسارات جديدة للنمو الاقتصادي والمالي العالمي، فضلا عن دعم التجارة والاستثمار الدوليين. تعد مشاركة مصر بوفد يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين دليلا قويا على علاقات الصداقة والتعاون متعددة المجالات بين مصر والصين. مشاركة السيسي في القمة تشير إلى نجاح مصر في تجاوز الأزمات المتراكمة عبر السنوات الماضية، خاصة وأن القمة تكتسب أهمية بالغة حيث سيتحدد خلالها الاتجاهات السياسية الدولية والاقتصادية والعسكرية بين الدول. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة 11 لمجموعة العشرين والتي تعقد في الصين يومي 4 و5 من سبتمبر الجاري، وذلك استجابة لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ والذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وهو ما يعكس خصوصية العلاقات بين البلدين. وتعد تلك هي المرة الأولى التي تشارك فيها مصر في قمة مجموعة العشرين منذ تأسيسها. تعد مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين حدثا هاما، حيث ستكون مناسبة جيدة لطرح وتوضيح ما تقوم به مصر من إجراءات إصلاحية وتحديث للتشريعات الخاصة بالاستثمار وللترويج لبرنامجها الاقتصادي، ما يتيح الفرصة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النهوض الاقتصادي وتحسين الأحوال المعيشية للشعب المصري. يعتزم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في أعمال قمة مجموعة العشرين التركيز على الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام، لا سيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وإتاحة المجال لاستفادتها مما يوفره من فرص عمل ومزايا مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي دولي مستدام. كما يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في القمة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك دفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها، فضلاً عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وعلى هامش القمة يلتقي رئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصيني، حيث تركز مباحثات الجانبين حول سبل تعزيز التعاون العملي واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، خاصة كيفية تحقيق التكامل الفعال بين استراتيجية الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البري للقرن 21 الصينية ومشروع تنمية منطقة قناة السويس، وأيضا غيرهما من المشروعات. كما يتضمن برنامج مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين عقد لقاءات ثنائية مع عدد من القادة والزعماء المشاركين في أعمال القمة، منهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أيضا الفرنسي فرانسوا أولاند، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ورئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيا، والرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري. يأتي انعقاد قمة مجموعة العشرين هذا العام تحت شعار بناء اقتصاد عالمي إبداعي وتنشيط ومترابط وشامل، وتتضمن فعاليات القمة تنظيم قمم أخرى وهي قمة الأعمال والتجارة لبحث وضع خارطة الطريق لنمو الاقتصاد العالمي، وقمة المرأة، وقمة العمالة، وقمة المجتمع المدني، وقمة الشباب، وقمة فكر العشرين، وقمة دول مجموعة البريكس.
كانت مجموعة العشرين قد تم تشكيلها عام 1999 بسبب الأزمات المالية لتكون بمثابة منتدى غير رسمي لوزراء مالية واقتصاد الاقتصادات الناشئة، وبدءا من عام 2008 بدأت تعقد تلك الاجتماعات على مستوى ورؤساء الدول والحكومات، حيث تركز معظم اللقاءات على منع الأزمات وحلها ومكافحة تمويل الإرهاب. تمثل الدول الأعضاء بمجموعة العشرين نحو 90% من إجمالي الناتج القومي العالمي و 80% من نسبة التجارة العالمية، بما في ذلك التجارة الداخلية للاتحاد الأوروبي، وأيضا تمثل الدول الأعضاء ثلثي سكان العالم، فضلا عن أنها تضم الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن والعديد من الدول ذات الاقتصادات البارزة. قال وزير المالية عمرو الجرحي إن اجتماعات قمة الرؤساء وزعماء دول مجموعة العشرين التي تنطلق غدا الأحد بمدينة هانكشو بالصين، والتي يشارك في أعمالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل فرصة للترويج للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر. أوضح الجرحي أن الحكومة مهتمة بعرض بعض ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على دول مجموعة العشرين، وحول القضايا المقرر مناقشاتها باجتماعات قمة مجموعة العشرين. توقع وزير المالية أن تكون من بين أبرز القضايا المطروحة جهود رفع معدلات النمو الاقتصاد العالمي واستدامته وضمانة توازنه. كان الرئيس السيسي ونظيره الهندي برانب موخرجي قد بحث بالقصر الجمهوري في نيودلهي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية. كما التقى الرئيس مع ممثلي مجموعة شركات تاتا التي تعد من أكبر المجموعات الاقتصادية الهندية، وشركة ماهاندرا المتخصصة في مجالات عدة، بالإضافة إلى مجموعة شركات هندوجا التي تعمل في مجالات تصنيع الحافلات وسيارات النقل والمحركات. على هامش زيارته للهند، التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته حامد أنصاري نائب رئيس جمهورية الهند، الذي ثمن زيارة الرئيس السيسي والتي تدفع نحو تعميق التعاون المشترك بين مصر والهند في المجالات كافة، لما يربط البلدين من علاقة ود وصداقة تجمعهما منذ سنوات عديدة. وتعزيزا للعلاقة التجارية وحرصا على تدفق الاستثمارات بين البلدين، التقى الرئيس عددا من رجال الأعمال الهنود الذين أعربوا عن رغبتهم في البحث عن شريك مصري وعن استعدادهم للشراكة بشكل فاعل، بما ينعكس إيجابا على خلق فرص عمل وتوسيع لقاعدة الاستثمار في مصر. كانت هذه فرصة جيدة بالنسبة لنا للالتقاء بالرئيس السيسي والتعرف منه على الإصلاحات التي تجري في مصر. كذلك كانت فرصة للقاء الوزراء المصاحبين، فكما تعلمي نحن مجموعة للأعمال تمثل قطاعات مختلفة، لذا نحتاج للتعرف على الفرص المختلفة المتاحة في البلاد. كان اللقاء مليئا بالمعلومات. وقد أقام السيد برناب موكارجي رئيس جمهورية الهند مأدبة عشاء بالقصر الجمهوري بالعاصمة نيودلهي تكريما للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. التعبير عن إعجابنا بالتجربة الديمقراطية المتميزة في بلد مصر، والتي تعد نموذجا اكتسب سماته وخصوصيته من طبيعة المجتمع الهندي الثرية ومسيرته التاريخية الممتدة. اهتمام مصري بفتح المجال أمام تعزيز التعاون الفني للاستفادة من تجارب الهند وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتقدم الذي أحرزته في العديد من المجالات، لأن الخبراء يرون أيضا أن مصر تتبع دبلوماسية التوجه شرقا والتي تهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقات مع دول العالم على أساس من الندية والمصلحة المشتركة. من العاصمة الهندية نيودلهي، محمد غورة، التلفزيون المصري. كان الرئيس السيسي قد أكد أن مصر تتطلع إلى تعاون وثيق مع الهند في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلا عن التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف الديني. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أشار الرئيس إلى أنه أصدر توجيهاته للحكومة المصرية بتطوير خطة متكاملة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري مع نيودلهي.
بدأ اليوم الثاني لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند بمراسم استقبال رسمية أقيمت لسيادته بالقصر الجمهوري، حيث كان في استقباله الرئيس برنان موكيرجي رئيس جمهورية الهند والسيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء. تلقته من سعي بدأت بها مراسم الاستقبال لتحيته ثم عزف بموسيقى السلمين الوطنيين للهند ومصر، وبعد ذلك استعرض الرئيس حرس الشرف الذي استوفى لتحيته وصافح وفدي البلدين. وفور انتهاء مراسم الاستقبال الرسمية توجه الرئيس إلى دريش المهاتما غاندي الزعيم الروحي للهند خلال حركة استقلالها، ووضع إكلينا من الزهور على قبره ووقف دقيقة حداد. وبعد توقيعه في سجل الزيارات قام سكرتير اللجنة المسؤولة عن التحريح بتسليمه هدية تذكارية مجسم بالمهاتما ومجموعة من إصداراته. الرئيس السيسي توجه بعد ذلك إلى قصر حيدر أباد، حيث جمعه لقاء ثنائي برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي امتد بعد ذلك ليشمل الوفدين، وأسفر عن مؤتمر صحفي بدأ بتبادل مذكرة تفاهم حول الملاحة البحرية بين مصر والهند، وقعها عن الجانب المصري وزير الخارجية وعن الجانب الهندي وزير الدولة في شؤون الملاحة البحرية. وكما هذا المؤتمر اشتملت عليه المناقشات المفصلة فيما بين الجانبين حول الشكل وصحوة الشراكة بينهما والأجندة بدفعها. رئيس الوزراء الهندي أشار إلى تم الاتفاق عليه لبناء أعمدة متعددة للاستدامة وتعزيز حركة التبادل التجاري فيما بين البلدين، كذلك زيادة شراكتهم الدفاعية وبناء القدرات في هذا المجال. اتفقنا على أن نعزز من تعاوننا الأمني في هذا الإطار، لأننا يجب أن نكافح كل هذه الظواهر، وذلك من خلال تشارك المزيد من المعلومات، فهذه المعلومات من شأنها أن تساعدنا في مكافحة الإرهاب والعنف، وكذلك يجب أن نتعاون في التعامل مع التهديدات الناشئة ونعمل معا كذلك لإيجاد فرصة للتعامل مع مشاكل وقضايا مرتبطة بالجرائم عبر الوطنية وكذلك غسل الأموال. فخامة رئيس الوزراء مودي، الرئيس السيسي بدوره أكد حرصه على التعاون للتواصل بمختلف القضايا الدولية بدءا من مقاتلة الإرهاب والتطرف وصولا لقضايا تغيير المناخ وتوفير الطاقة إضافة إلى عدد من المجالات. فقد أصدرت توجيهاتي للحكومة المصرية بشأن ما يلي: أولا، العمل على تطوير خطة متكاملة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري وتوظيف قدرات البلدين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من فرص التعاون الثنائي المتاحة وتكثيف حركة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز تبادل الخبرات في مختلف مجالات التنمية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، مع النظر في الإسراع بعقد اجتماع اللجنة المشتركة في أقرب فرصة. ثانياً، العمل على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع الهند وتطوير الأنشطة القائمة في هذا المجال، وبصفة خاصة ترجمة التوافق بين رؤى البلدين إزاء قضايا مكافحة الإرهاب والتطرف إلى إجراءات عملية وخطط واضحة لتفعيل وتطوير التعاون الثنائي في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون القائم في تقديم المساعدة الإنسانية والإجلاء من مناطق الكوارث الطبيعية والصراعات. ثالثاً، العمل على تعزيز التعاون الثقافي على المستويين الحكومي والشعبي والبناء على علاقات الود والصداقة التي تربط بين الشعبين بما يعزز من فرص التعاون المشترك في مجالات الإبداع الفني وتعزيز حركة السياحة وخطوط الطيران بين البلدين. وفي نهاية المؤتمر الصحفي أعرب الرئيس عن تقديره للأجواء الإيجابية للمباحثات وثقته في تحقيق التعاون المنشود، ووجه الدعوة لرئيس الوزراء الهندي لزيارته. مرحلة جديدة لعلاقات الهند ومصر التي تتطلع لفتح أفاق أوسع للتعاون في مجالات عديدة تشهدها هذه الزيارة في ظل سياسة خارجية تعمل على إحداث توازن استراتيجي في علاقات مصر مع كافة دول العالم. من العاصمة الهندية نيودلهي، سحر ناجي، التلفزيون المصري.
من جانبه أعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أن إحدى كبريات شركات الرعاية الصحية الهندية تعتزم إقامة مدينة طبية متكاملة في مصر باستثمارات تصل إلى 1.6 مليار دولار، تضم مستشفيات وكليات للطب وسياحة علاجية ومراكز للتمريض وفقا لأحدث نظم التكنولوجيا العالمية. وأشار قابيل إلى أنه تم الاتفاق على قيام وفد من الشركة بزيارة مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة لبحث هذا الملف مع جميع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة. جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التي عقدها الوزير مع رؤساء كبريات الشركات الهندية على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الهندية نيودلهي. أصدرت وزارة الصحة والسكان بياناً تفصيلياً يتضمن منافذ توزيع الألبان الصناعية المدعمة على مستوى محافظات الجمهورية. هذا ويحتوي البيان كافة المراكز الطبية والوحدات الصحية ومراكز رعاية الأطفال التي تقوم بصرف الألبان الصناعية المدعمة من الدولة والمخصصة للأطفال البالغ عددها 1005 منفذ بوحدات الرعاية الصحية الأساسية والأمومة والطفولة بجميع محافظات الجمهورية. كما أكد وزير الصحة والسكان أن صرف ألبان الأطفال المدعمة يتم حاليا طبقا للقرار الوزاري رقم 562 لعام 2016، وذلك لضمان وصول اللبن المدعم إلى مستحقيه وبمبلغ قدره 5 جنيهات فقط للعلبة. أصدر المتحدث العسكري للقوات المسلحة بيانا بشأن أزمة نقص لبن الأطفال، أفاد فيه أن القوات المسلحة لاحظت قيام الشركات المختصة باستيراد عبوات لبن الأطفال باحتكار العبوات للمغالاة في أسعارها، ما تسبب في زيادة المعاناة على المواطن البسيط. وأضاف المتحدث أن القوات المسلحة قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة بالتعاقد على نفس عبوات الألبان ليصل سعر العبوة للمواطن 30 جنيها بدلا من 60، وذلك لضرب الاحتكار الجشع لدى التجار أسوة بما تقوم به من توفير لجميع السلع الأساسية. وأشار المتحدث إلى أنه لا يوجد لدى القوات المسلحة أي عبوات مخزنة، وأنه سيتم استيراد أول دفعة من الألبان اعتبارا من 15 سبتمبر لعام 2016 ليتم استلامها من الموانئ وتوزيعها على الصيدليات بسعر 30 جنيها للعبوة. وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بعثة أسر شهداء ومصابي الشرطة من الأفراد والمجندين المكونة من 185 حاجا وحاجة لأداء فريضة الحج على نفقة وزارة الداخلية تقديرا لتضحيات أبنائهم الذين سطروا أسماءهم بأحرف من نور في سجلات الواجب والشرف. من ناحية أخرى، نفى رئيس البعثة الطبية للحج اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية بين الحجاج المصريين، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على افتتاح عيادتين بمنطقتي الأحمدية والعزيزية لاستقبال حجاج السياحة عن طريق البر. ارتفاع درجة حرارة الجو والزحام الشديد لتوافد ضيوف الرحمن على مكة المكرمة أدى إلى وجود العديد من ضربات الشمس والإجهاد بين الحجيج. عيادة البعثة الطبية المصرية شهدت إقبالا متزايدا من ضيوف الرحمن بكافة الفنادق لإجراء الكشف الطبي وإسعافهم من ضربات الشمس. النهاردة كان في ضربات شمس كتير نتيجة لأن الناس كانت في صلاة الجمعة صلوا خارج الحرم، وتعرض كثير من الحجاج سواء كانوا مصريين أو غير مصريين إلى ضربات شمس، لكن الحالة عموما حالة مطمئنة وإحنا متابعين كل الحالات الموجودة. إذا كان في حالات دخلت مستشفى، إحنا عندنا ما يقرب من 24 حالة دخلت مستشفيات حاليا، إحنا بنتابعهم عن طريق الفريقين، فريق العلاج والفريق الوقائي. الوفيات وصلوا 8 حالات وفيات حاليا، في حالتين من الحج السياحي النهاردة صباحا. كما واصلت عيادة البعثة تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للحجاج المصريين والتي كانت معظمها تتراوح بين إجهاد ونزلة برد. شايفين حوالي في العيادة حوالي 106 حالة، أغلبية الحالات أدوار برد خفيفة، احتقان نتيجة لتغير الجو، نتيجة للتزاحم والتكاثف الشديد في الحرم المكي.
كل الأدوية متوفرة. وفي الالتهابات نتيجة الحرارة، نتيجة الشمس. في عندنا برضو من ضمن الأمراض اللي بيجوا بيها اللي هي الاحتكاك نتيجة الحركة. وفي برضو في السيدات عندهم بعض المشاكل في الجهاز التنفسي، في أمراض النساء برضو بيجوا. عندي معظم الأدوية متوفرة، ما عنديش حاجة ناقصة، وحتى لو صادفوا أي حاجة ناقصة ببعت أجيبها على طول من الصيدلية الرئيسية. كما قامت الفرق الوقاية بالبعثة بتقديم الإرشادات التوعوية لوقاية ضيوف الرحمن من الإنفلونزا وضربات الشمس. نمر على جميع الفنادق، جميع الحجاج المصريين اللي موجودين، نعمل لهم ندوات توعية صحية عن التغذية السليمة، عن الإجهاد الحراري وإزاي يبعدوا عنه، عن إنهم يبعدوا عن الزحام وأمراض الجهاز التنفسي، وكل دي بتبقى على إنه ياخد الراحة الكافية علشان يؤدي المناسك بطريقة سليمة. كان في سخونية وكحة والحمد لله جت بصراحة البعثة ما شاء الله عليهم ادوني علاج، حسيت بتحسن بس جاي عشان اتابع. كان عندي خشونه في رجليا واداني علاج ليها واداني مسكن. تقلصات بيجيني شد عضل وجاي علشان عندي حساسيه بينزل بلغم على صدري. كويسين بيدوا علاج حلو وكويسين. مع الإقبال المكثف لضيوف الرحمن على عيادات البعثة الطبية المصرية تزداد معها درجة الاستعداد القطوة من قبل أعضاء البعثة سواء على المستوى الوقائي والعلاجي، فالكل يعمل تحت شعار خدمة الحقيق شرف لنا. من داخل إحدى العيادات بمكة المكرمة، محمد حلمي، النيل. تبدأ محكمة جناية القاهرة بمقر أكاديمية الشرطة أولى محاكمة 16 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ورابطة مشجعي نادي الزمالك وايت نايتس، وذلك لارتكابهم جرائم العنف والشغب والحرق والتي وقعت على خلفية مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وإنبي باستاد الدفاع الجوي في شهر فبراير من العام الماضي، وأسفرت عن مقتل 22 مواطنا من مشجعي نادي الزمالك. تستكمل محكمة جنايات القاهرة بمقر معهد أمناء الشرطة اليوم محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم. وفي دائرة أخرى تستكمل محاكمة 215 إرهابيا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في قضية اتهامهم بتشكيل مجموعة مسلحة باسم كتائب حلوان. وإلى الشأن السوري، حيث قصفت المعارضة السورية مواقع للجيش السوري والميليشيات الداعمة بطائرات بدون طيار، وذلك لأول مرة منذ بداية الحرب في سوريا. وأظهر شريط فيديو بثه ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من كاميرا مثبتة على طائرة بدون طيار تسقط قذائف هون على تجمع للقوات الحكومية في معارك ريف حماة الشمالي، خاصة في قرية معردس، أثناء محاولة القوات الحكومية استعادة مواقع فقدتها في المنطقة. خرج مئات من نازحي مدينة دارية من معظمية الشام المجاورة إلى مراكز إقامة مؤقتة في ريف دمشق استكمالا لاتفاق بين دمشق وفصائل المعارضة. كانت الحكومة السورية والفصائل المقاتلة في مدينة دارية قد توصلتا في أغسطس الماضي إلى اتفاق يقضي بخروج 700 مسلح من المدينة إلى مدينة إدلب و 4000 مدني إلى مراكز الإيواء. مئات من أهالي مدينة داريا السورية الذين كانوا قد نزحوا إلى معظمية الشام المجاورة خرجوا على متن حافلات إلى مراكز إقامة مؤقتة في ريف دمشق استكمالا للاتفاق بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة. وكان قد تم بموجب اتفاق داريا إخلاء المدينة بالكامل من المدنيين والمقاتلين على حد سواء، وتقع المدينة على بعد عدة كيلومترات جنوب غرب دمشق وتعتبر أحد أطول معاقل المعارضة صمودا. اليوم اللي عم يصير هو إجلاء الدارني الموجودين داخل المعظمية من مسلحين دارني أو مدنيين دارني إلى منطقة حرجلة لتسوية أوضاعهم والعودة إلى حضن الوطن استكمالا للاتفاق الذي تم في مدينة دارية. اليوم حيخرج 303 أشخاص بين نساء وأطفال ورجال.
وقد تولى أفراد من الجيش السوري تفتيش الحقائب والتحقق من ورود أسماء الأهالي في لوائح رسمية. وأشار رئيس لجنة المصالحة في داريا إلى أن خروج العائلات الجمعة يشكل المرحلة الثالثة من الاتفاق، ومن المفترض أن يغادر بقية لاجئ داريا خلال أسبوع أو 10 أيام. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة السورية لإجبار جيوب المعارضة حول المدن الكبرى على الاستسلام، وعقب إعلان حكومة دمشق العفو عن فصائل المعارضة الذين يعلنون استسلامهم. لكن الأمم المتحدة وعددا من منظمات الإغاثة انتقدوا استراتيجية إخلاء مدن محاصرة في سوريا على غرار داريا وغيرها من المناطق المحاصرة دون إشراف دولي، ما يمثل سابقة للإجلاء القسري للمدنيين الذين خضعوا للحصار بحسب الأمم المتحدة. ومن المقرر أن يتم تطبيق اتفاق مماثل بين الحكومة السورية ومسلحي المعارضة في معظمية الشام عقب ذلك. وتعد كل من داريا ومعظمية الشام من آخر الجيوب المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد حول العاصمة دمشق. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا والولايات المتحدة يمكن أن تتوصل قريبا إلى اتفاق تعاون حول سوريا. وأشار بوتين في مقابلة صحفية إلى صعوبة المفاوضات بين واشنطن وموسكو في بعض الأمور، لا سيما ما يتعلق بعدم استهداف فصائل معينة بوصفها من المعارضة المعتدلة والفصل بينها وبين الجماعة الإرهابية. هذا وقد ذكرت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة وروسيا تقتربان من التوصل إلى اتفاق يحدد وقفا لإطلاق النار مدة 48 ساعة في حلب، ويسمح بوصول المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة ويحد من الطلعات الجوية للحكومة السورية. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الدكتور أحمد الحاج علي الكاتب والمحلل السياسي السوري. دكتور أحمد أرحب بك، ولأول مرة تقصف المعارضة مواقع تابعة للجيش السوري بطائرات منذ بداية الحرب، كيف تقيم الوضع الميداني وإلى أين تتجه الأمور؟ أولا أرحب بكم. هذه الطائرات هي مؤشر، أولا نعم. الطائرات بدون طيار مؤشر على أن هناك مخازن مفتوحة أمام القوى الإرهابية خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها استخدام هذه الطائرات بدون طيار والتي مصدرها إما الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني. على كل حال هذه قضية لا تغير في الموقف السوري ولا تبدل. المعركة حلب هي المعركة الأساسية والمصيرية، هناك حوار عالمي ولا سيما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية حول ضرورة الوصول إلى إجراء ولو كان في البداية عبارة عن هدنة لمدة يومين بقصد إيصال المعونات الإنسانية والغذائية إلى المناطق المحاصرة، كان في المناطق الشرقية من حلب أو في المناطق الأخرى. وهذا الأمر سيؤدي إلى إيجاد قاعدة بسيطة أو ربما بناء أساسي لبنى لكي يتم ما بعد أن يكون هناك هدنة طويلة الأمد وبعد ذلك الوصول إلى حل. لكن ما زالت العقدة الأساسية هي موقف أمريكا من القوى الإرهابية التي تريد أن تفضي هذه الحالة في إطار المعارضة المعتدلة، خاصة ما يسمى جيش فتح الشام الذي هو عبارة عن جبهة النصرة زائد فصائل ومنظمات أخرى وهي منظمات إرهابية. روسيا تماما كما هو الحال في الرؤية السورية، هذه قوى إرهابية ما دامت تحمل السلاح وتقاتل ضد الدولة السورية. المسائل صعبة ولكن هناك جهود حثيثة لأن تداعيات الصراع صارت قاسية على سوريا وعلى العالم كامل. أشكرك من دمشق دكتور أحمد الحاج علي الكاتب والمحلل السياسي السوري. وختاما لنشرتنا هذا تذكير بأهم العناوين. عقب زيارته إلى الهند الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى الصين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. وزارة الصحة تصدر بيانا تفصيليا يتضمن منافذ توزيع الألبان الصناعية المدعمة للأطفال على مستوى محافظات الجمهورية. المعارضة السورية تقصف مواقع للجيش السوري والميليشيات الداعمة بطائرات بدون طيار في ريف حماة الشمالي. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا، إلى اللقاء.